السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم كفتة بطاطس باللحمة بطريقة سهلة جدا وحلوة اوي اوي اوي، هتعجبكم وتعجب ولادكم ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين كده معايا البطاطس، انا طبعا غسلتها كويس جدا وبعد كده نشفتها زي ما انتم شايفين كده، تمام كده. انا طبعا هسيب قشرها، انا بسلقها بالقشر بتاعها. ليه بقى؟ عشان لما بسلقها بالقشر بتاعها ما باجي اهرسها احس ان هي متماسكه وانا بهرسها، اما لو بعملها لما اقشرها واسلقها احس ان هي شاربه ميه، تمام. فانا بحب اسيب قشرتها كده واسلقها وبعد كده طبعا ايه بقشرها. وهنا معايا اللحمه هعصجها والبصل والتوابل، بس كده. بص التوابل اهي معايا كزبره وفلفل اسود وبابريكا وكمون، بس كده. مكونات سهله خالص وبسيطه وتطلع معاكي حاجه حلوه قوي تعجبك وتعجب ولادك ان شاء الله. اول حاجه يلا بينا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده الحله هي هنحط فيها الميه دي بقى، ايه هبدا انزل فيها البطاطس كده تتسلق اهوت. بسم الله. طبعا انا جايب بطاطس الوسط، يعني انت براحتك، عايزه تجيبي الوسط الكبيره براحتك بقى اللي انت عايزاه، ما بتفرقش يعني اهوت، تمام كده. وبعد كده بقى ايه هنبدا كده نشتغل في اللحمه نعصجها. لازم طبعا تحطي برده مع الميه شويه ملح كده صغيرين اهمك، عشان تطلع معاكي برده البصايه ايه حلوه كده برده وشاربه الايه الملح بتاعها. وهنا الناحيه الثانيه انا معايا الطاسه اهو زي ما انتم شايفين، هحط فيها شويه زيت، احنا هنحط زيت مش سمنه، تمام كده. وبعد كده ان شاء الله ايه انزل باللحمه. بسم الله. اشوحها كده شويه كده عشان ابدا ايه انزل عليها البصل والتوابل اهو يا حبايبي. انا كده شوحت اللحمه اهو زي ما انتم شايفين، هبدا بقى انزل البصل بسم الله والتوابل اهوت، بس كده. واقلبها برده شويه تاني لما اشوحهم كلهم مع بعضهم كده، يعني ما فيش يعني شويه صغيرين كده ان شاء الله. واصلا اللحمه المفرومه ايه بتستوي بسرعه، ما بتاخدش وقت يعني، تمام. لما اللحمه تستوي والبطاطس تستوي هرجع لكم تاني. حبايبي انا طفيت خلاص عن البطاطس، ما شاء الله سلقت معايا اهي زي ما انتم شايفين. هبدا بقى ان انا اقشرها واحطها معايا في الطبق عشان ايه، عشان اهرسها، تمام كده. اما اهرسها ان شاء الله هرجع لكم اهو يا حبايبي. زي ما انتم شايفين اهو انا هرستها، ابدا بعد كده بقى احط عليها بقى التوابل زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. بصوا متماسكه ازاي ومش مايعه كده ولا اي حاجه، عشان ما اجي اشكلها تتشكل معايا على طول. هحط عليها كده البهارات، كمون وفلفل اسود ورشه ملح وشطه، لو انت عايز تستغني عن الشطه تمام. وهقلبها برده تاني كده، اقلبها كويس عشان ايه التوابل كلها كده ايه تخش في البطاطس. انا كده خلاص حيقتها من الملح والتوابل وكل حاجه. هبدا بقى كده بسم الله، نص فنجان بصمات، بصي نص الفنجان تمام كده، نص، مش عايزه فنجان كامل لا نص بس، هرشه كده عليها. وهبدا بقى ايه انا احط اللحمه. طبعا اللحمه احنا معصجينها زي ما قلنا، في ناس بتحط اللحمه نيه، لا لا بتبقى زفره بتزفر البطاطس. افضل حاجه اللي انت تعصجيها وتروحي جايه منزلاها زي ما انت شايفه كده عليها، بتبقى بسم الله ما شاء الله جميله جدا، تمام كده. هبدا بقى ايه اقلبها برده تاني واخلطها كلها ببعضيها كده اهو يا حبايبي. انا قلبتها كويس جدا، بصوا بسم الله ما شاء الله جميله ازاي، ان شاء الله عريحه، الله اكبر، جميله جدا 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 بجد. لو جربتوها هتدعوا لي، شويه بطاطس الله اكبر عليهم، ممتازين، يا رب تجربوها وتعجبك. البصمات اهو زي ما انتم شايفين اهوت، والبيض. هبدا بقى ايه اللي انا احط عليه شويه ملح كده، شويه كمون وفلفل اسود كده على البصمات، واحط برده على الايه على البيض، تمام كده. وبرده رشه ملح هنا ورشه ملح هنا، رشه ورشه عشان انا مظبطه اصلا اللحمه ومظبطه البطاطس، فيا دوبك بس رشه كده بس ان ايه احيق الحاجه، تمام كده. هقلبهم بقى كويس. دلوقتي بقى يا حبايبي هبدا ان انا اشكل البطاطس في الصينيه كده، هشكلها عشان احطها ايه في الثلاجه، وبعد كده اطلع منها اللي انا محتاجاه احمره بالطلب، يعني على حسب الكميه اللي انا عايزاها، تمام. والباقي انا هسيبه برده في الثلاجه في الفريزر تخزنيه براحتك، وقت ما تحبي تطلعي بطاطس تحكي مطلعاها على طول وتحمري تحطها في البيض والبقسماط
هنمشي خطوه خطوه مع بعض واوريكم انا هعمل ايه. بسم الله نبدا كده نشكل. اهي بصي ما شاء الله ماسكه نفسها ازاي، زي ما انت شايفه اهو. عايز تعمليها صوابع؟ تمام، تعمليها صوابع اهوت. حبايبي بصوا كده اهو ما شاء الله، انا مليت الصينيه اهو زي ما انتم شايفين، انا عملتها كلها صوابع تمام كده. هعمل بقى تشكيله ثانيه كده زي قرص الطعميه اهوت برده معاكم. بجد يا جماعه جميله جدا جدا وطعمها حلو قوي وريحتها بسم الله ما شاء الله طالعه، يعني لسه كان محمرناهاش وما شاء الله جميله جدا. دلوقتي بقى ايه، هبدأ بقى اعمل قرص بقى زي قرص الطعميه كده اهيت تمام كده. تعملي بقى جنبها شويه مكرونه في السريع كده على طول، يعني حلوه قوي. تكوني حطاها عندك في الفريزر، ووقت ما تحتاجي منها تروحي جايه مطلعه العدد اللي انت عايزاه، تروحي جايه محمراها سخنه كده وجميله، وتعملي جنبها اي حاجه، بس محمره شويه مكرونه اي حاجه. وجبه سريعه جدا ولذيذه جدا اهوت. قرص الطعميه كده هكمل الكميه كلها عشان ما اطولش عليكم الفيديو اهو. يا حبايبي انا خلصت الكميه كلها، بصوا بسم الله ما شاء الله جميله ازاي، والله اكبر عليها كتيره. انا طبعا مش كل ده هعمله النهارده، انا طبعا هخزنه في الثلاجه وقت ما احتاج اطلع منه، وهجي اطلعه عامله بالطلب على حسب ما انا عايزه. ابصوا كده انا عاملها شكل اطباق كده، اطباق فيل كده، راح جايه حطها ومغطياها طبعا بكيس، وراح جايه حطها في الفريزر وقت ما احتاج اطلع منها واعملها صبحه وسخنه وتبقى جميله جدا. واعمل جنبها زي ما قلت لكم ايه، اي حاجه انت عايزاها، شويه بطاطس شويه مكرونه اي حاجه زي ما انتم شايفين كده، على حسب الكميه اللي انت عايزاها اعمليها في مقدار طبق وتحطيها، عشان ما تيجي تطلعيها تطلعيها مره واحده اهي. بسم الله ما شاء الله، يا رب الطريقه تكون عجبتكم. وطبعا هحمر برده واوريكم اخر شويه برده اما احمرهم، يا رب الطريقه تكون عجبتكم يا جماعه. دلوقتي بقى يا جماعه انا هحمر شويه كده قدامكم عشان اوريكم شكله. بسم الله، اول حاجه ايه، هنزلها كده في البيض واشيلها كده بالراحه، واروح جايه حطها في البقسماط كده زي ما انت شايفه اهيت. بس كده اروح جايه بقى ايه، منزلها في الزيت، طبعا الزيت سخن هنزلها فيها بسم الله اهوت. وهعمل تاني اهو يا حبايبي، بدأ يحمر معايا اهو، انا قلبت واحدة اهي، هشوف الباقي برضو اهي اتحمرت برضو، هقلبها لسه اهو يا حبايبي. انا حمرت شويه معاكم اهو، بصوا بسم الله ما شاء الله جمال ازاي، جميله قوي زي ما انتم شايفين، الله اكبر، وماسكه نفسيها ازاي، طعمها الله اكبر جميل جدا. هبدا بقى ايه اشهيصها كده، لازم الشهيصه ديت اهو زي ما انتم شايفين كده تمام كده. بس كده احلى طبق بطاطس بالكفته باللحمه، جميل جدا كله فوائد، بسم الله ما شاء الله يعجب اولادك، يا رب تجربوه وتقولوا ايه رايكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.